عدينة هو اسم للمدينة القديمة في تعز، أطلق عليها في عهد الدولة الرسولية التي اتخذت منها مقراً للحكم لتميز بيئتها بالمدرجات الزراعية ووفرة الماء الذي يأتي من جبل صبر، فكانت محطة جذب للناس للسكن بالقرب منها. تعز كان هنا خارج يقولوا يعني وادي تعز، ما بش لا بيوت ولا ابو حكي، كان في معانا المحضار يبيع بترول، معانا مقهى الخديري، محمد بن مبارك، الحوباني، هذه اللي كان الباب الكبير. تخرج من هناك من عندهم تنظر لا سيبنا ما بش نقول لا اله الا الله، كله ارض واحد سوائل. الان احنا في نعمه. لعدينا موقع مهم لعب دورا كبيرا في ازدهار التجارة، وذلك لمساحتها الكبيرة التي احتضنت مختلف التجار والباعة من داخل وخارج المدينة، فكان ذلك سببا في تعايش الناس مع بعضهم. مدينة تعز معروفة من سابق ببساتينها حول جميع المنازل، والتجار يأتوا إليها من جميع المناطق، وقربها من مدينة المخاء اللي كانت تعتبر من زمان تعتبر الميناء الوحيدة لليمن. وتعز يعني تمتاز في أشياء كثيرة، كان ملتقى تجاري لأبناء تعز ومحيطها، إضافة إلى الزراعة المنتشرة في ضواحي تعز، وكان تعتبر مدينة تعز عبارة عن سوق تجمع لجميع المتسوقين. ما يزال سوق المدينة القديم والذي كان يعرف بذو عدينة في أوج نشاطه التجاري، فأول ما يصادفك عند دخول السوق هي روائح المشاقر والجبن البلدي مرحبة بالزائرين في أقدم وأعرق الأسواق التعزية. ويشد انتباهنا البساطة في تركيب السوق وتقارب الباعة بمنظر يوحي بالألفة بينهم. فعلى مقربة من الباعة تجد سوق الشنيني الشهير بمحلات الأزياء والمقتنيات التراثية وشارع الجمهورية المؤدي إلى باب موسى. في وسط السوق تنتشر محلات بيع العقيق والفضة، كما يوجد أقدم المطاعم الشعبية التي يعود تاريخها لأكثر من 30 سنة. وفي زاوية مخصصة في قلب السوق خصص مكان لمطاحن وبيع الحبوب ومعاصر الزيوت الطبيعية. لم تستطع الأسواق الجديدة أن تطمس الهوية الحضارية لسوق عدينة، فهو وجهة الناس الباحثين عن الأصالة والعراقة. لبرنامج صباحكم أجمل، سالي المخلافي.